مش كده اهون وفواصه زعيم ولا لا؟ وعايز ترجع على رجليك يا حمزه وينك ورا، وانت لو عايز تمشي على رجليك ما تقولش حاجه، خد مراتك اولى بيك. اللي بينه وبينك دم حمزه ودم عمي مش هيروح حضر، واعمل منك عزومه للدود في حضن ابوك النهارده. اخلص شعلان وقول يا دار ما دخلت شر. دم عمي مش هيروح حضر لاخر يوم في عمري يا حمزه. انجز يا شعلان والخون النهار يطلع عليه. انجز انت يا حمزه وخلص عليه وبطل حكايات. انا اللي عايز انجز في رقبتك واخلص منك. ترى يا جدعان ما تبطلوا لعب العيال اللي انتوا بتعملوه ده. نسمع بعض يا شعلان وكل من اللي حق ياخده. وانت لسه فاكر ليك عم شريطه تيجي تاخد بحقه وتسال عليه؟ ايه علي حمزه انت وشعلان، وخلونا نخلصها من غير دم. كنت فين يا زعيمه؟ لسه جاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ كنت فين لما الخسيس رفع السلاح علينا؟ ادينا بنقولها دلوقتي يا عم نجاتي. قول يا هن وسمعني. لا يا ابن اخويا الامور ما تتاخدش انس كده، وفي شغلتنا دي اتعلمنا الاصول. والاصول ما تزعلش، وكل واحد ياخد حقه بدراعه ومن غير سلاح. عجبكم الكلام ده ولا نسيبكم تاكلوا في بعض ونمشي؟ اما تشوف الكلب ده عاوز ايه الاول. ماشي علان، راجل لراجل ونسويها بلدي. ماشي يا هن، بس انا مكان عمي. مكان عمك يستنى الغالب يا جوز لبيبك. ان ليك يا شعلان واللي ربنا عاوزه يكون، ونمشيها بلدي. تمام يا فندم، سمعنا 6 لقطات من المسدس. حد من المتواجدين بيهرب ويخرج من الوكاله؟ مفيش حد يا فندم من المتواجدين في الوكاله، لا هرب ولا استغاث. يبقى سيبهم يسووها بينهم لحد ما يشتبك الفريقين، وبرضه ما تتدخلش. تمام يا فندم. عمي مش هروح حضر حمزة. وانت خطرت حمزة. يوحى حسب رجل بعض. احنا لازم نمشي من هنا. افتحي امشي لوحدك، امشي لوحدك والنبي امشي امشي. طب اهدي وصال انا خايف عليك. خاف على نفسك، مالكش دعوه بيا، امشي من هنا. وصال انت مراتي. افتحي انا مش مراتك وانا مش عايزك ومش عايز حد. امشي بتاعت وصال، محدش هاخدك مني. محدش هاخدك مني. تمام يا فندم، سووها بينهم. انسحبوا للقاعدة. تمام سعادتك يا فندم. يلا رجالة. إيه
اثبت يا ابني، خلينا اعرف اخد الغرزه بقى. هاتي بتادين. بس يا حبيبي، بس يا بابا ما تتوجعش، مش تمثيلي في الشركه دي، اروح امك وبعدين تيجي تتوجع. ها خلصنا بقى يا اخويا، عايزين نخلص. بقول لك يا رتيبه، عايزك تكتفولي تكتفه العسكري الاخضر، فاهمه؟ بالراحه خلصنا. لا كده بسرعه بقى، وريحنا بقى، خلينا احنا نشتغل بقى في ليلتك الزاهقه. لو كنت رحت مستشفى كنت زمانك دلوقتي بتتبهدل في محضر. ايه يا توفيق، انت لسه ما خلصتش؟ ايه ده، ايه ده، في ايه يا نجاتي؟ في حد يخش كده؟ ما تخبط يا اخي. اسم المعلم نجاتي يا دنت، اخبار الواد يوحى ايه؟ ادينا اهو بنربط وبناخد غرز لما نشوف اخرتها ايه. طب يلا خلص، عشان بعد كده تروح على شعلان تكشف عليه وتعمل له اللازم. شعلان ايه؟ شعلان رقبته مكسوره، عنده شلل رباعي، ده المهم دلوقتي. الاثنين مهمين، تخلص ده وبعد كده شعلان، وتجيلي على الوكاله عشان تكشف على المعلم حمزه ابو الناس. طب واخبار جثه الضبع ايه؟ الضبع جثته مرميه في الوكاله لحد ما النيابة تيجي تعاين. على فكرة أنا متشكر على شهامتك ووقوفك جنب راجل من رجالة المعلم أبو الناس. شد حيلك يا دي يوحى. سلام يا توفيق. سلام. كتكميلة نجاة الضبع يا قلبي لا تحزن. امسكي يا ست انتي، بصة من البلكونة، خلينا نخلص. دي صورة. مي صورة ولا يغور في داهية. اظبطي بس، خلينا نربط وناخد الغرزة الأخيرة. ايوه كده. خلاص خلصنا. افوقه بقى يا دكتور؟ لا اغمى عليك انت كمان. بس كده خلاص. سلامتك. الف سلامه يا شعلان. مش قادر يا حبيبي. الف سلامه يا اخوي. يا عم شد حالك وقوم بعدها، تروح اي شهر اعمل فيها مستشفى. الله يخرب بيتك، حاسس ان في نمل بيجري جوه جسمي. طب نرش طيب يعني ولا نعمل ايه؟ اقعد يا مخوخ اقعد. الله. طب يا اخويا نسندك ونجيب لك توك توك ياخدك على المستشفى اوام. ايوه يا شعلان. يلا يلا يلا، خلينا نلحق الاصابه قبل ما يكبر يا اخويا. يلا خليه يكبر، خليه يكبر عشان الانتقام اللي جوايا يكبر معاه. يا اخي مش وقت انتقام دلوقتي يا لبيب. الله ما تعقليه اهو. مين خلينا نوديه المستشفى؟ ايوه خليه يكبر وحياد ده، وما يبقى على مره ما خليته يندم على اليوم اللي اتولد فيه. ما بقاش انا لبيب. انت هتقومي على عمه ولا ايه يا وليا؟ ايوه هقوم على عمه مش جوزي. يلا روح يا اختي. خلاص انا اخلص. الله انا عامله لك شويه شوربه يقويتوك. اهد نفسك كده معايا. قوم يا اختي. بتعملي ايه يا لبيب؟ الله يخرب بيتك، سيبيه مكانه. يا وليا والنبي على مالك، عليا الدكتور ده متخشم. دوا ما جيت يا وحل البرك.